أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة ثانية ابتدائي مع تمارين في نهاية الأسبوع. التمرين رقم 1، سوف نبدأ. اكتب كل كلمة في الخانة المناسبة. عندي هنا مجموعة من الكلمات: مدرسة، خيط، فجل، طاولة، عيد، لون، جرو، دلو، كبش، بطة، شرشف، نافذة، عنزة. عندي هنا الحروف، سأضع كل كلمة في مكانها المناسب. عندي مدرسة، مدرسة. أين أضع كلمة مدرسة؟ إذا أضعها في حرف الدال، أكتبها هنا مدرسة فيها حرف الدال. خيط فيه حرف الطاء، إذا أضعها هنا خيط. فجل أضعها في حرف الجيم، جيم، فجل، فجل. عندي طاولة أضعها في حرف الطاء. عندي عيد في حرف الدال، فيها حرف الدال، إذا أضعها في دال. عندي لون في حرف النون. جرو، جرو في حرف الجيم. دلو في حرف الدال، دلو. كبش في حرف الشين، كبش. بطة في حرف الطاء، بطة. عندي شرشف هنا أضعها في حرف الشين. نافذة، نافذة في حرف النون. عنزة في حرف النون هنا. إذا صنفنا الكلمات بحروفها، كل حرف أضعه، كل كلمة أضعها مع الحرف المناسب. التمرين الثاني، أربط كل كلمة بضدها. واسعة، ما ضدها واسعة؟ إذا واسعة ضدها ضيقة. سعيدة، ما ضد كلمة سعيدة؟ حزينة، حزينة. داخل ضدها خارج، داخل ضد. كبيرة، كثيرة ضدها قليلة. كبيرة ضدها صغيرة. التمرين رقم 3، استعمل أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن لأملأ الفراغات. تزوران القرية، أنتما تزوران القرية، سوف أضع أنتما. تحب الرياضة، أنت تحب الرياضة، سوف أضع أنت. تنظفن المنزل، أنتن، سوف أضع أنتن. تراجعين دروسك، أنت تراجعون، سوف أضع أنت هنا. أنت تراجعين دروسك. أنتم تنظمون الطاولات، أنتم تنظمون الطاولات، سوف أضع أنتم. أنت تراجع دروسك، أنت تراجع دروسك. هذا التمرين. إلى التمرين الأخير الرابع، املأ كل فراغ بالكلمة المناسبة في الريف. الحقول خضراء، سوف أضع كلمة هنا في المكان الحقول خضراء. الهواء نقي، سوف أكتب نقي. المنازل ماذا أضع؟ المنازل قليلة، المنازل قليلة. الأشجار ماذا أضع؟ الأشجار مثمرة، أكتب الأشجار مثمرة. في المدينة ماذا أضع؟ السيارات كثيرة. البنايات ماذا أضع؟ البنايات عالية، البنايات عالية. الشوارع مكتظة. المحلات كبيرة. كانت هذه مراجعة في اللغة العربية لتلاميذ السنة الثانية التربية الإسلامية، تمارين في التربية الإسلامية. التمرين الأول،
أضع إشارة فيه في الخانة المناسبة. جزاء أبو لهب هو نار جهنم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ صحيح، أضع إشارة صحيح. المسلم يسلم الأمانة لأصحابها ناقصة. خاطئ، تصرف خاطئ، تصرف خاطئ. أمرنا ديننا بالكذب، هل هذا صحيح؟ خطأ. التمرين الثاني، أربط عبارة التلميذ الصادق بما يناسبها. التلميذ الصادق هل يقول الحق أحيانا؟ دائما يقول الحق، لا يكذب أبدا، يحب. شوفوا، التلميذ الصادق يحبه الله والناس جميعا، أربط هنا. التلميذ الصادق لا يكذب أبدا، أربط هنا. التلميذ الصادق صادق في قوله وعمله، أربطها هنا. التلميذ الصادق يكذب أحيانا. التلميذ الصادق يقول الصدق دائما، أربط هنا. التمرين رقم 3، أرتب كلمات الجملة وأعيد كتابتها بخط جميل. عندي هنا كلمات مبعثرة سأرتبها، عندي تلميذ، أؤمن، أنا، بالله وكتبه. إذا أضع أنا تلميذ، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأضع أنا هي الأولى. أضع تلميذ هي الثانية. مسلم، أنا تلميذ مسلم. أؤمن هي الرابعة. بالله وكتبه ورسله، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أكتبها هنا. عندنا التمرين رقم 4، احفظ لي جيدا تبت يدا أبي لهب وتب للحفظ. اعتمادا على ما أحفظه أكمل ملء فراغات في سورة المسد، هذه أحفظها. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي ماذا أضع؟ لهب. وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد، سوف أضع في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم. نعود نقرأها، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق الله العظيم. أكمل الجدول بكتابة العدد الذي يسبق والعدد الذي يلي. عندي العدد الذي يسبق 29 ما هو؟ 28. إذا العدد الذي يسبق هو 28، بعدها 29، العدد الذي يلي 3. العدد الذي يسبق 86 هو 85، والذي يلي 86 هو 87. العدد الذي يسبق 42 هو 41. الذي يلي 42 هو 43. العدد الذي يسبق 74 73. الذي يلي 74 هو 75. العدد الذي يسبق 15 هو 14. الذي يلي هو 16. العدد الذي يسبق 40 هو 39. الذي يلي 40 هو 41. 38 قبلها ماذا؟ 37. بعد 38 39. 57 قبلها ماذا؟ 56. وبعدها ماذا؟ 58. عندي هنا التمرين الثاني، أكمل بأعمدة العشرات عدنا هنا أعمدة راح نكملهم ومربعات الوحدات ثم أحسب الجمع. عندي هنا عمود واحد معناها 10، راح نرسم عمودين عمودين يصبح 3 أعمدة مع مربع صغير واحد، نرسم عمود وعمود، نضيف مربع،
يصبح العدد 32 زائد 24. عندي 10 واحدة، نضيف 10 كي تصبح 20، وأضيف 3 مربعات صغيرة كي يصبح العدد 24. سوف نحسب الجمع. عندي هنا 32 زائد 24 56. النتيجة تصبح 56. إذن هنا أرسم 4 أعمدة مع 6 مربعات صغيرة. هنا أصبحت 56، نتيجة 56. تمرين آخر، عندي 23 عنده عمود آخر، أضيف عمود آخر كي يصبح 20، وأضيف مربعين صغيرين كي يصبح العدد 3، يصبح 23 زائد 15، أضيف 4 مربعات صغيرة. إذن النتيجة 23 زائد 15، 5 6 7 8، 38. النتيجة هي 38. أرسم عمودين مع 7 مربعات صغيرة. النتيجة 38. كانت هذه مراجعة لتلاميذ سنة ثانية. لا تنسوا دعم قناتنا بجام وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد.